ركز مع حضراتكم طبعا على معسكر المنتخب الوطني وعلى اخر اخبار الاهلي اللي النهارده يمكن اختتم الجزء الاول او المرحله الاولى من تدريباته. بيحصل الفريق والجهاز الفني على راحه 5 ايام. هدخل معاكم في التفاصيل، بس نروح لزميلنا محمد توفيق اللي تابع ميران المنتخب الوطني النهارده تحت قياده روي فيتوريا ومن امام استاد القاهره. محمد معانا، مساء الخير يا محمد. مساء الخير زميل عزيز احمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل اهلا مكان. بيك يا محمد. طبعا في انتظار موقعة ال 18 مواجهه مصر وبلجيكا، المرحله الاولى من معسكر المنتخب اللي بيتهيألي هتنتهي يوم 11. نعرف منك ملامح المران النهارده، كلام مستر روي فيتوريا، رؤيته للمرحله الاولى من معسكر المنتخب. زميل العزيز احمد، يمكن ده زي ما قلنا ده معسكر اعدادي خلال شهر نوفمبر، استعدادا ان شاء الله لملاقات بلجيكا يوم 18 من نوفمبر الجاري في الكويت باذن الله، طبعا في اطار استعداد بلجيكا لمنافسات كاس العالم اللي طبعا يعني حاله من الحزن بتخيم على كل الناس اللي كانت موجوده في تدريب النهارده. كل المنتخبات العالميه بتستعد لمنافسات كاس العالم، ولكن يعني غياب لمصر عن العرس العالمي فده طبعا حاله من الحزن الشديده جدا، ولكن المنتخب طبعا استغل هذه الفتره للاعداد وعمل معسكر اعدادي زي ما انت ذكرت. المرحله الاولى بدات بالامس 7 نوفمبر وهتمتد حتى 11 نوفمبر. يمكن زي ما انت عارف المنتخب اعلن قائمه من 24 لاعب، ولكن للاسف خرج منها لاعبنا محمود متولي لاعب النادي الاهلي امبارح نظرا لاصابته بشد في العضله الخلفيه. يمكن كان في محاولات كمان النهارده لاستدعاء ياسر ابراهيم، ولكن النادي الاهلي رد يعني اصابه ياسر بحاله من الاجهاد، فطبعا تعذر انضمامه للمعسكر، ولكن انضم عوضا عنه خالد صبحي مدافع الاتحاد السكندري والذي لم يشارك في مران اليوم. يمكن كمان زي ما انت قلت المرحله الثانيه من المعسكر هيبقى فيه يوم اجازه يوم 12 في النص، وهنبتدي المرحله الثانيه على طول من يوم 13 وحتى المباراة. يمكن هيكون طبعا انضمام المحترفين ومحمد صلاح تحديدا هيكون في الغالب يوم 13 او 14 للمعسكر، خاصه طبعا ان في لعيبه كتير جدا مرتبطه لسه بمباريات في اوروبا. ان شاء الله يعني القائمه النهائيه هتعلن يوم 13 وهي القائمه المسافره ان شاء الله للكويت لخوض المباراه. عاوز اطمنك كمان على حاله لعيبه النادي الاهلي الموجودين في المعسكر هنا. محمد الشناوي بيتدرب مع بقيه الحراس بشكل اكثر من رائع، اكرم توفيق، حمدي فتحي، طاهر محمد، طاهر محمد، مجدي قفشه اللي رزق بمولود النهارده يعني بنبارك له، ولكن كان يعني ما كانش موجود طبعا في المعسكر الصبح، ولكن طبعا بعد الاطمئنان يعني على مولوده انضم للمعسكر وموجود في التدريب بيشارك بشكل طبيعي مع بقيه زمايله. كمان محمد شريف موجود وطاهر محمد طاهر حالتهم اكثر من رائعه، حاله فنيه وبدنيه رائعه جدا. طبعا في وجوه جديده جدا موجوده يا احمد في المعسكر نوفمبر، نتمنى لهم كلهم التوفيق ان شاء الله، وطبعا في الاول وفي الاخر نتمنى لاعبينا المصابين سواء محمود متولي او ياسر ابراهيم ان شاء الله ان هم يرجعوا سريعا، طبعا بجانب يعني محمد عبد المنعم اللي اجرى جراحه في الانف، وان شاء الله كلهم يكونوا موجودين باذن الله في كل الاستحقاقات المقبله خاصه الرسميه مع منتخب مصر ان شاء الله. التدريب يمكن بالامس كان طبعا بعض الفترات معظم فتراته كانت فترات بدنيه، ومن بعدها كمان تدريبات بالكره، وكان في تقسيمه يمكن ادارها روي فيتوريا بنفسه شاف فيها معظم اللاعبين الموجودين في المعسكر. النهارده كمان يمكن الجزء اللي حضرناه في بدايه المعسكر او في بدايه تمرين اليوم الثاني كان كله برده تدريبات بدنيه، ومن بعدها زي ما اتكلمنا يعني مع المسؤولين عن المعسكر ان هيكون في بعد كده كمان بعض التدريبات بالكره، هيكون برده ايضا في تقسيمه في ختام المران عشان الراجل يقدر يشوف كل اللاعبين بشكل اكثر من رائع في التدريب. ان شاء الله التدريبات مستمره خلال الثلاث ايام القادمه 9 و10 و11، ومن بعدها ان شاء الله هيكون في يوم اجازه واعلان القائمه النهائيه المسافره ان شاء الله الى الكويت يوم 13 نوفمبر الجاري لملاقات بلجيكا وديا باذن الله في الكويت. دي كانت كل التفاصيل هنا من معسكر المنتخب المصري، وتاني يوم في احمد كل التوفيق لمنتخب مصر، ودايما ان شاء الله تبقى مصر دائما في المقدمه. الكلمه ليك، اتفضل. شكرا جزيلا، بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز محمد توفيق من